أكبر ثيرني يغلني نمليا نغل أفافاس يطف ذكوا هيليس نغل جون داينس وتيدي شلي آران ذكوا ينتظرون السنقين أروياض غير وياض إثمور الجزائر قريب ذاك إدينا أسن السبت يمضبرا مزوارو تفي ديرالي ثن لو أفافاس ذي الولاية تيزي وزو مس فريد بوعزيز زاتي مغناس إجديد ذي قديما أكو ذوفرين نغلي زيلو وكباراكين إديارزان سواطا سريو التمليليث إديلان الصبحيث كوخام قدلس مولودة معمر تمدينة تيزي وزو Pendant tout ce temps-là, où les gens, où les partis politiques s'occuper de ces élections-là, de la Constitution, de l'article 88, l'EFFS, il a organisé une conférence économique et sociale. L'EFFS, il a organisé une conférence sur les énergies. L'EFFS, il a organisé une journée parlementaire sur la justice, sur l'indépendance de la justice. Parce que nous nous menons. وزميل لا تسيري لا ديمقراسي المرتقلنا ما قلا ولا حد لانديبوندونس دو لا جوستيس دونك اي سي كي لا جورني نو افون اورغانيزي سو لي ترانزيسيون ديموكراتيك سو ني كان ابوتيسمون ناتوريل باسكو نزرع وزميل لا تسفرو لي مرتقلنا ما قلا ودنا عندها لا سي لا ترانزيسيون ديموكراتيك سي بور سا كوجوردي او اف اف اس او مومون او لي زوت فولي نوز امبوزي ان ديبا نو كلي نو افون بريفيري نوتر بروبر اجندا دونك اي سي بيان اتشولي ما ديفيرونس كيليا entre le FFS et les autres formations politiques et les autres personnalités politiques. Même aujourd'hui, un organe de presse arabophone de fort tirage, il a même dit, il a osé dire, peut-être Aït Metin, hachez le FFS, c'est un haq. Donc aujourd'hui, le FFS, c'est un haq d'avoir choisi cette... تمليلي ثقين لأفافاس لن تدرس ثلاثة إسورة نغلي كونفرنس غير سنت ثيني دي لن ستساوي لا فيديو كود داتاشو إدي قدم من الميكاني ثم دين تلزاير موحن دمقران شريفين يتسيكين سقامون أسلوي نغ الكونسي بريزيدانسيال لأفافاس مد لي كونفرنس النظام توقد من تد صغور مساء عشر يونس المادة أسداوي أكد السيناتور موسى تمدر تازان إدي بوين غاف لي ترانزيسيون ديموكراتيك أكد لي فيولونس دي لي ترانزيسيون أكينين تيزي وزون بالقاسم محمد السعيد بربر تلفزيون